السلام عليكم يا أحلى متابعين. النهاردة هنكمل مع بعض مغامرات ميرلين، الشاب البسيط اللي كان بيتمتع بأقوى قوة سحرية في العالم ومصير المملكة كان شايله على كتافه، وبيحاول يحمل كل من غير ما يكشف قواه السحرية. المرة اللي فاتت وقفنا عند المعركة اللي ضارب بين أرثر وميرلين وفرسان كاميلوت الشجعان وبين جيش مورغوز من الجنود الخارقين اللي مكانوش بيموتوا، وعرفنا ازاي قدر ميرلين ينقذ الموقف بأنه بيقضي على الجنود دول بالسيف الأسطوري المسحور بأنفاس التنين لغاية ما وصل لكاس الحياة ورماها على الأرض. وأول ما دم الجنود بيقع من الكاس كلهم بيختفوا، وميرلين بيتغلب على مورغوز اللي اتصابت إصابة جديدة ودخلت في غيبوبة، وساعتها مورغانا اختفت بيها. لو عاوز بقى تشوف الأحداث بالتفصيل انزل في صندوق وصف الفيديو، هتلاقي لينكات الحلقات اللي فاتت اتفرج عليها بالترتيب وارجع لحلقة النهاردة علشان تفهم الأحداث ماشية ازاي. وما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد. بعدها بسنة كان مجموعة من الفرسان بقيادة ليون في مهمة استكشافية لما بيتقابلوا مع مورغانا، وكانت سحبة عربية فيها حاجة مهمة، ولما الفرسان بيسألوها هي مين ورايحة فين لأن كان شكلها مثير للشك، بيتفاجئوا إنها مورغانا بنفسها وهي بتتغلب عليهم بقواها السحرية. وبنتفاجئ إن اللي معاها في العربية كانت أختها مورغوز، وكانت مورغانا رايحة بيها على مكان جديد ومستعجلة عاوزة توصل قبل الليل. وكان في احتفال في المملكة اسمه ليلة السمهيين والكل بيستعدوا له، في الوقت اللي مورغانا ومورغوز كانوا وصلوا عند بحر ميرودور واللي فيه جزيرة المباركين. وليون كان رجع القلعة وبلغ أرثر باللي حصل وإنهم شافوا مورغانا وكان معاها حد، فبيعرفوا إن مورغوز لسه عايشة. وجايز بيشك في اللي ناويين عليه بما إنهم كانوا متوجهين لجزيرة المباركين في الليلة دي بالذات. وبنتعرف على أجريبين خال أرثر واللي كان مستشاره الأول وبيساعده في كل قراراته في المملكة، بما إن الملك بقى في حالة سيئة وزي ما يكون دخل في حالة اكتئاب حاد من الوقت ما اكتشف إن مورغانا بنته اللي كان بيحبها أكتر من أي حد خانته، مع إنه فضل أكتر من سنة يدور عليها لما اختفت مع مورغوز لما كان ميرلين سماها لو فاكرين الأحداث دي. المهم إن مورغانا ومورغوز بيوصلوا الحصن اللي في جزيرة المباركين، وعند المذبح مورغوز بتدي مورغانا خنجر وتطلب منها إنها تنفذ اللي اتفقوا عليه من غير خوف، ومورغوز بتطلع على المذبح ومورغانا بتاخد الخنجر وتقتلها بيه وهي بتقول تعويذة سحرية. وفجأة أول ما مورغوز بتموت بيحصل زي انفجار طاقة شديد جدا بيرمي مورغانا بعيد وبتقع مغمى عليها. في نفس اللحظة ميرلين كان في الاحتفال وبيحس بالطاقة القوية دي وزي ما يكون الزمن وقف بيه وبيحس بالخوف وبيقع مغمى عليه مرة واحدة بعد ما بيشوف واحدة عجوزة بتنادي عليه باسم أميريس. ولما مورغانا بتفوق بتشوف نفس الست العجوزة كانت بتفوقها، ولما مورغانا بتسألها هي مين بتقول لها إنها الكليك حارس بوابة عالم الأشباح، وبتقول لها إنها بتضحيتها في الليلة دي فتحت الصدى بين العالمين اللي بيكون ضعيف جدا في ليلة السمهيين. وبنشوف وراها صالح ضخم ومخيف جدا بيخرج منه أصوات صراخ مرعبة، والكليك بتقول لها إن أعدائها هيندموا على الدمار اللي لسه هيحصل، وبتحذرها من أميريس وبتقول لها إنه ماشي في ظلها وهيكون السبب في نهايتها وموتها. في الوقت ده كان جايز بيحاول يعالج ميرلين ويفواه لأنه كان في حالة غريبة وبردان جدا من غير أي سبب، والجو من حواليهم ما كانش برد ولا حاجة. وأخيرا لما ميرلين بيفوق بيحكي لجايوس على اللي شافه، وجايوس بيقوله إن دي حارس بوابة عالم الأشباح، ومعنى كده إن الصدع بين العالمين اتفتح وفي حد اتسبب في كده وهو الوحيد اللي شافها، وبيقوله إنه شافها لأنه بيمتلك قوة كبيرة قدرت إنه تخليه يحصل له ده. وتاني يوم بيستدعوا أرثر بسرعة لأن في حاجة بتحصل في المملكة، وكان في بنت بسيطة من قرية بتحكي لأرثر على اللي حصل لأهلها ولقريتها وإن في أشباح بيظهروا بيهاجموها. وبعدها أرثر بيروح هو وفرسان وميرلين القرية بتاعة البنت علشان يعرفوا ايه اللي حصل. وعلى ما بيوصلوا كانوا بالليل وبيدوروا في القرية كلها، بس بيتفاجئوا ان كل اهل القرية او مات. وميرلين فجأة بيلاقي طيب بيهاجمه لما بيجي يستخدم سحره مش بيعرف وكان هيموت لولا ان لانسيلوت بينقذه وبيخلي الطيف يختفي. بعد ما بيوجه المشعل ناحيته وبيعرف ان الاطياف دي بتظهر بالليل بس وبتخاف من النار والنور، انما مفيش حاجة تقدر تقتلهم او تقضي عليهم. دي كانت مشكلة كبيرة في القلعة، كان عدد كبير من الناس والجنود تعرضوا لهجوم الأطياف وماتوا، وجون كانت هتكون واحدة منهم لولا إنها دفت عن نفسها بالنار. ولما ميرلين بيرجع بيقول له جايس إن سحره عديم الفايدة وصاد الأطياف دي، وكان لأول مرة حاسس بالخوف والعجز وإنه ضعيف. وأرثر بيقرر إنه يروح تاني يوم جزيرة المباركين علشان يشوف حل للمصيبة اللي وقعوا فيها دي، بس جايس بيقول له إنه طالما الصدع اتفتح بتضحية بشرية لازم تضحية بشرية تانية علشان يتقفل. ساعتها أرثر بيصمم على رأيه حتى لو كان هيضحي بنفسه في سبيل نجاة كل سكان المملكة. وبنتصدم بعدها لما بنلاقي خال أرثر رايح للغابة المظلمة في كوخ مخيف جدا، هناك بيدخل يقابل مورغانا وبنعرف انه متواطئ معاها علشان يكون عينيها جوه القصر وتعرف تضرب أرثر في مقتل وتخلص منه وتفوز بعرش كاميلوت. وأجريبين بيقول لها على خطة أرثر وانه رايح جزيرة المباركين، بس هي ما كانتش فرحانة انه ممكن ما يرجعش من المهمة دي، وكل اللي كان شاغل بالها وكلام الكيليك وان موتها هيكون على ايد أميريس. ميرلين بقى كان بيستعد للمهمة وبيقول له جايس انه هيضحي بنفسه علشان يحمي أرثر والمملكة،
ولانسلوت وهم في الغابة بيجمعوا حطب علشان يرتاحوا شوية من الطريق، بيعرف من ميرلين نيته في انه يضحي هو بنفسه، وميرلين كان شايفه مقتنع لان ده واجبه. في الوقت ده كانت مورجانا نايمة وبتشوف رؤية لأول مرة عن حرب ماتت فيها أعداد مهولة من جنود كاميلوت، وهي كانت متصابة وبين الحياة والموت، وبتطلب المساعدة من أميريس، وبيرفض ويقول لها هو ده اللي كنت عاوزاه يا مورجانا. فبتقوم مفزوعة وهي عارفة إن دي نبوءة، ورعبها وخوفها بيزيدوا. أما أرثر وفريقه كانوا وصلوا قلعة يستخبوا فيها للصبح، وكانت الأطياف بتهاجمهم كل شوية. ولما أرثر وميرلين بيروحوا يجيبوا حطب بيهاجمهم طيف وبيهربوا منه وبيستخبوا في أوضة ويقفلوا عليهم الباب، ولما أصحابهم بيحسوا إنهم اتأخروا بيروحوا يدوروا عليهم في الحصن كله، بس فجأة بيهاجمهم طيف وميرلين بيحمي أرثر والطيف بيهاجمه هو فبيقع على الأرض، وفي الوقت ده كان في حالة زي المشلول. وقتها كل أصحابه بيحاولوا إنهم يعالجوه أو يفوقوه بس من غير فايدة، وأرثر بيأمر إنهم يرجعوا كاميلوت علشان جايوس يعالجه. ولانسلوت هو اللي بيرجع بميرلين وبيقول لأرثر إنه هيروح من وادي شهداء الملوك علشان يوصل كاميلوت أسرع، ومع إن ميرلين كان في حالة سيئة لأنه بترجى أرثر إنه يخليه معاه، وطبعا أرثر بيرفض وبيكملوا هما المهمة بتاعتهم. بالليل كان لانسيلوت وصل عنده بحيرة في وادي الملوك وبيرتاح هو وميرلين علشان يكمل المسيرة الصبح، بس المفاجأة إن ميرلين لما إيده بتلمس مية البحيرة بتبدأ تتلألأ، وفجأة بيخرج منها قطرات مية بتطفو في الهواء، وكان جواها وش واحدة بتنادي على لانسيلوت وبتقول له إنهم مش هيأذوهم. ولما لانسيلوت بيسألها هما مين، هي بتقول له إنهم من الفيليا روح الفصائل والطائرات، وبتقول له إن الصدع اللي حصل ده أبطل استقرار العالم وبيعرضهم هما كمال للخطر، والأرواح الشريرة اللي خرجت من الصدع ملهاش مكان في عالمنا. وبتقول له كمان ان ارثر محتاج مساعدتهم هما الاثنين. فلانسلوت بيستغرب وبيقول لها انه لازم يرجع كاميلوت علشان ميرلين يتعالج، بس الروح الطيبه بتقول له ان اخواتها بيعالجوه دلوقتي وهيتحسن، وانه هو ساحر مشي على الارض وله مستقبل عظيم مش بالضعف اللي بيبان عليه. ولما لانسلوت كان عاوز يروح يدور على مكان يستخبوا فيه علشان الاطياف ما تهاجمهمش، الروح الطيبه بتقول له يخليه وهم يحموه طول الليل. فجاه عدد كبير من الارواح الطيبه بتعمل حواليهم دايره من الضوء علشان تمنع اي اطياف شريره من انها تقرب. في الوقت اللي كان ارثر وصل عند انفاق وحوش الويلدرين، وبيقنع الكل انهم يدهنوا وشهم بالنبات اللي كان قدام الانفاق علشان يغطوا على ريحتهم الوحوش ما تحسش بيهم. لما بيدخلوا الانفاق واحد من الوحوش بيقرب من كوين اللي مره واحده بيقتل الوحش لما بيحس بالرعب، بس المشكله ان الوحوش دي بتصطاد في جماعات، وكان لازم على الفرسان انهم يهربوا بسرعه قبل ما يتاكلوا. في الوقت ده في القلعه كان خال ارثر امر بقفل بوابات القلعه ومنع الناس من الدخول علشان يكونوا في امان. فجوين بتقول له قدام المجلس كله ان اللي بيعمله ده غلط، لان كل الناس دي مزارعين وبيوفروا للمملكه محاصيل كتيره من مزارعهم، وما ينفعش دلوقتي يقفلوا في وشهم الباب بحجة ان مفيش اكل كفاية، الا اذا كان عارف ان ارثر مش راجع والمحنة دي هتطول اكتر من 3 ايام، ويضطر انه يغير رأيه ويأمرهم بفتح البوابات لما بيلاقي كل اعضاء المجلس موافقين على كلام جوين. والصبح كان ميرلين رجعت له عافيته تاني وبيتحرك بسرعة مع لانسيلوت علشان يلحقوا ارثر. في الوقت اللي كان خاله راح يقابل مورجانا وبيقول لها على جوين واللي حصل منها، فبتحذره منها وبتقول له انه لازم يخلص منها علشان مورجانا خايفة من نبوة ان جوين تبقى هي الملكة. وبالليل مورجانا بتتسلل للقلعة في الوقت اللي كانت جوين قاعدة مع أجريبين اللي كان بياخد مشورتها أو كان مفاهمها كده علشان يعطلها، وبعد ما بتمشي من عنده كانت راجعة بيتها. مورجانا كانت بتراقبها وبترمي عليها تعويذة سحرية تقتل الحراس اللي كانوا معاها، وجوين بيغمى عليها. ولما جايز بيحس بغيابها المفاجئ بيخرج يدور عليها، وساعتها بيلاقيها واقعة في الشارع. من حظها انه وصل في الوقت المناسب لان كان في طيف بيقرب منها وهيهاجمها، فجايز بيبعده بالنار وبياخدها على عياده وبيفوقها، وبيعرف ان اللي عمل فيها كده كان عاوز يخلص منها ويسيبها للاطياف تقتلها علشان ما يلفتش النظر له. ولما بنرجع لميرلين كان نايم وبيفوق مره واحده على صراخ الاطياف اللي كانوا هيهجموا عليه هو ولانسيلوت ويقتلوهم، بس بيخرجوا من الكوخ في الوقت المناسب وبيجروا في الغابه، وميرلين بينادي على التنين اللي بيحضر في لحظتها وينفخ نار على الاطياف يقتلهم. ساعتها لانسيلوت كان مصدوم وكان هيهاجم التنين، بس ميرلين بيطمنه. المهم ان ميرلين بيقول للتنين على مهمه ارثر وان ناوي يضحي بنفسه، بس ميرلين قرر انه يضحي هو بنفسه بدل ارثر علشان يحمي مستقبل المملكه. فالتنين بيتمنى له التوفيق وبيقول له ان العالم هيكون فاضي من غيره، وان كل افعال الخير اللي كان بيعملها وما كانش حد شايفها اخيرا هيتعرف منها حاجه ويقدروا يعرفوا حقيقه قلبه الطيب. وبعدها لما لانسيلوت بيتكلم معاه كان مستغرب انه يضحي بنفسه بالسهوله دي، وميرلين بيقول له انه ده واجبه وقدره. وبالليل كان الفرسان مولعين نار وبيرتاحوا من الطريق الطويل، لما بيتفاجئوا بصوت بيقرب منهم، وفجاه بيظهر لانسيلوت وميرلين، والكل كانوا متفاجئين وفرحانين في نفس الوقت. لما بيوصلوا تاني يوم لجزيرة المباركين بيتفاجئوا بالوحوش اللي شبه التنانين بتهاجمهم، بس ميرلين بيخاطب اتنين منهم وبيجبرهم على انهم يبعدوا عنهم. بعدها كان ارثر وميرلين وكوين ولانسيلوت دخلوا المذبح اللي فيه الصدع ظاهر، وبيلاقوا الكيليك واقفة بتحرسه، ولما بيطلبوا منها انها تقفله بتضحك وتتريق عليهم لما بيقولوا لها ان في ارواح بريئة كتير بتموت. كوين بيهجم عليها وهي بحركة واحدة بعصايتها السحرية بترميه على الارض وبيغمى عليه. ارثر بقى بيقول لها انه مستعد لاي تمن هي تقول عليه. فعلا ارثر بيقرب منها، بس ميرلين بيستخدم سحره وبيرميه على الارض وبيغمى عليه هو كمان،
ميرلين بيتحداها ومش بياخد باله ان لانسلوت كان مشي ودخل الصدأ وضحى بنفسه علشان ميرلين يعيش ويكمل حماية ارثر والمملكة. واول ما لانسلوت بيدخل الصدأ بيتقفل والاطياف الشريرة بتختفي من العالم. بعد ما بيعملوا جنازة مشرفة لانسلوت، كان اجريبين راح لمورجانا وبيقول لها على اللي حصل وان ارثر رجع سليم. فبتتعصب وبتعرف ان اميريس هو السبب، وتطلب من اجريبين انه يعرف لها مين هو ده وفين وباي طريقة. فاجريبين بيروح لجايس يسأله لو كان يعرف ساحر اسمه اميريس او سمع عنه قبل كده، وجايس بينكر معرفته بيه. في الوقت اللي كان ميرلين في اوضته وبيسمع الحوار ده وهو مصدوم وبيعرفه ان اجريبين جاسوس لمورجانا، وجايس بيحذر ميرلين ان لازم يحافظ على السر ده وما يخليش مورجانا تعرف حقيقته باي شكل. بعدها بفتره كان في احتفال في القلعه بمناسبه عيد ميلاد ارثر، في مجموعه من المهرجين بيستعدوا علشان يقدموا عروض في الاحتفال ده. واحد منهم كان ناوي يقتل الامير ارثر ومحضر مجموعه من الخناجر ومحتفظ بيها علشان ما يضيعوش، وكان باين ان الخناجر دي مهمه لسبب ما. وبالليل في مأدوبة العشاء كان الملك لأول مرة من سنين يشارك في احتفال ويبقى فايق كده من بعد حالة الحزن والخذلان اللي كان فيها. المهم ان المهرج بيتحدى أرثر في لعبة رمي السكين، فلما أرثر بيقبل التحدي بيكتفوه في العجلة والراجل بيحط تفاحة ببقه، وأول ما بيلفوا العجلة الراجل بيرمي السكاكين على أرثر وبيرمي سكينة منهم على التفاحة اللي ببقه. والكل كانوا مذهلين من مهارة الراجل، وأول ما بيفكوا أرثر بياكل التفاحة دي، بس بنعرف ان الراجل كان مسمم السكين، ولما نشن على التفاحة كان قاصد علشان أرثر يتسمم لما ياكلها، لأنهم كانوا مخططين يقتلوه. وفعلا بعد الاحتفال ما بيخلص كان أرثر راح يطمن على أبوه قبل ما ينام، وما كانش في وعيه، والراجل بيقتل الحراس وبيهجم بالسيف على أرثر، بس أرثر كان شاف انعكاسه على الكاس وبيعرف بالخطر اللي وراه، ده بيخلي الراجل يعرف يتغلب عليه بسهولة وكان هيقتله، لولا إن الملك كان فاق وبيبعده عن ابنه في آخر لحظة، وبيبدأ يتقاتل معاه لغاية ما الراجل بيطعنه بالسكين المسموم قبل ما الملك يقتله. ساعتها أرثر بيقع وبيعتذر لأرثر عن الطريقة اللي كان بيعامله بيها، وبيأكد له إنه أكتر واحد بيحبه في العالم كله. إصابة أرثر كانت خطيرة لأن النصل أصاب قلبه وجايس مش بيقدر يعالجه، وكانت مسألة وقت مش أكتر على ما يموت. وبيعرف إن الملك أودين كان محرض الرجل ده على قتل أرثر انتقاما منه لأنه قتل ابنه. وأجريبين في الوقت ده بيروح يقابل مورجانا وبيقول لها على الأخبار الحلوة دي بالنسبة له، وإن أرثر هيموت وأرثر هيكون ضعيف ومشتت وهم اللي هيسيطروا على المملكة. وبالليل كان أرثر بيتكلم مع ميرلين وبيقول له إنه مش مستعد إن أبوه يموت دلوقتي وإنه عاوز يعالجه بالسحر. ولما ميرلين بيروح يقول لجايس ويعرفه انه عاوز يساعد أرثر ويستخدم سحره علشان يعالج الملك، بيعرضه وبيحاول يمنعه لان ده فيه خطر كبير عليه، بس ميرلين كان مصمم على رأيه وبيروح يقول لأرثر على ساحر عجوز عايش في الغابة. فأرثر بيفرح وبيقول له يستعد علشان يتحركوا الفجر. وقبل ما بيمشي بيروح لخاله أجريبين وبيقول له على الخطوة اللي هيعملها دي وانه هيستخدم السحر علشان يعالج أبوه، وخاله بيفضل انه يرجع عن القرار ده. والصبح كان ميرلين وأرثر وصلوا الكوخ في الغابة، وميرلين بيخلي أرثر يدخل الكوخ يدور على الساحر، بس لما أرثر مش بيلاقيه وكان عاوز يمشي ميرلين بيقول له استناه شوية. هو بقى بيروح يستخبى ورا شجرة وبيقول التعويذة السحرية اللي بتخليه يتحول لعجول، وبيدخل بعدها الكوخ ويتكلم مع أرثر ويفاجئه انه عارف انه جاي يطلب منه انه يعالج ابوه بالسحر. ساعتها أرثر بيعرض عليه اي ذهب وعاوزه مقابل ان ابوه يرجع يتحسن، بس ميرلين العجوز بيقول له انه كل اللي هو عايزه ان اللي زيه من اللي بيتمتعوا بالسحر يعيشوا بامان في المملكه من غير ما يكونوا مطاردين ويتحكم عليهم بالاعدام. وارثر بيوافق على الطلب ده، فميرلين العجوز بيقول له يمشي وهو هيكون في القلعه ساعه الغروب. ولما الاثنين بيرجعوا القلعه ميرلين بيجري على البيت وبيبدا يدور في كتب السحر على تعويذه تخليه يعرف يعالج أرثر. في الوقت اللي كان اجريبين راح لمورجانا وبيقول لها على خطه ارثر والسحر اللي هيجي يعالجه، فمورجانا بتجيب له سلسله مسحوره وبتقول له يلبسها لأرثر، واي سحر هيتم استخدامه علشان يعالجه هيتضاعف عشرات المرات ويقتله. وفعلا بيرجع أجريبين القلعة وبيلبس أرثر السلسلة من غير ما حد ما يعرف، وبيخبيها في هدومه علشان ما تلفتش نظر حد. وبالليل بيجي ميرلين العجوز وبيقابل أرثر عند سور القلعة ويدخله من الباب الخلفي، وميرلين بيخليه يشيله بما انه عجوز بطيء علشان يخلص منه جزء من اللي بيعمله فيه ليل ونهار. المهم انه بيدخل أوضة الملك وبيبدأ يعالجه بالسحر، والملك بيفوق أخيرا بس دي للحظات وبيموت تاني. وميرلين كان مصدوم وأرثر بيتهمه انه قتل الملك، وبيهجم عليه بالسيف علشان يقتله، بس ميرلين بيتحكم فيه وبيرميه على الارض وبيهرب وبيستخبى وبيشرب الجرعه السحريه اللي بترجعه لسنه الطبيعي تاني، وبيجري على اوضه الملك تاني. وساعتها بيشوف أرثر في حاله سيئه، وبعدها بيرجع ميرلين مع جايوس على البيت، وهناك جايوس بيقول له ان السبب في عدم نجاح التعويذه السلسله اللي كان لابسها وبيوريها له، وبيعرف ان مورجانا هي اللي ورا كده. في الوقت ده كان أجريبين راح يبشرها بموت أرثر، بس بيتفاجئ انها عرفت وحست بألمه وهو بيموت، بس ما كانتش مبسوطه لان دلوقتي أرثر هو اللي هيقعد على عرش المملكه. فأجريبين بيقول لها انه هيكون حريص ان أرثر يفشل لغايه ما يخلصوا منه. ساعتها كان أرثر قاعد حزين، ولما ميرلين بيجي يتكلم معاه بيلاقي ندمان وحاسس بالذنب ان هو اللي قتل ابوه لما استخدم السحر في علاجه، وبيبدا كرهه واستنكاره للسحر. وجايز بينصح ميرلين انه يخليه جنب أرثر وان الفتره الجايه هيكون محتاجه اكتر. وبعد جنازه الملك بيتعمل احتفاليه لتتويج أرثر ملك كاميلوت، والكل كانوا متحمسين ومبسوطين لكده
لأنهم عارفين إن أرثر هيحكم بينهم بالعدل. بعدها فترة بنشوف واحد بيتسلل وبيدخل كهف الدروديين وبيسرق جزء من مفتاح شكله غريب اسمه تريسكل. أول ما بيحطه جنب الجزء اللي كان معاه بيتلحموا كأنهم ما كانوش مكسورين أبدا، ولما بيحسوا بيه وبيفاجئوه بيهرب منهم، بس بيلاقيهم حوطوه في الغابة فبيهدد إنه يقتل واحد منهم. وزعمهم بيقول له إن ده مش مستاهل يهدر حياة إنسان عشانه، بس هو بيفاجئه بيقول له إنه عارف هو فين أصلا، بيجري فجأة وبينط من على المنحدر ويهرب منهم. وبيروح بعدها على كاميلوت لأن الجزء الثالث من المفتاح موجود في خزنة القلعة المحصنة. وبالليل الشخص ده بيروح يخبط على جايس ويفاجئه، وجايس ما كانش مبسوط لما بيلاقيه قدامه لأنه زمان عمل له مشاكل كتيرة. ولما بيسأله إيه اللي رجعه تاني بيوري له مفتاح تريسيكل، وساعتها جايس كان مصدوم ومش بيرضى يساعده لأن المكان اللي المفتاح ده بينتمي له هو قبر شنكار أقوى الصحراء القدام. بس هو بيترجعه بيقول له إن القبر ده فيه آخر بيضة للتنانين وإنه عاوز يحررها علشان يرجع السحر تاني للعالم. بس جايس ما كانش مقتنع بكلامه وبيطرده وبيقول له إنه مش هيساعده، خصوصا لما بيعرف إن الجزء الثالث للمفتاح موجود في خزنة القلعة. فالراجل بيقول له على المكان اللي هو قاعد فيه علشان لو غير رأيه. وبعد ما بيمشي ميرلين بيخرج ومتحمس لأنه سمع الحوار كله وفرحان إن فيه بيضة تنين. بس جايس بيقول له إنه ده جوليوس كان مساعده زمان، وبيقول لميرلين إنه ما ينفعش يثق في جوليوس أبدا لأنه دافعه شريرة وبيحب الغش، فحتى لو كان المفتاح حقيقي هو نيته شريرة. وإنه نفسه إن التنانين ترجع تاني، بس كان شاكك إن جوليوس عاوز يدمر البيضة. بالليل ميرلين مش بيعرف ينام وبيروح يستدعي التنين، ولما بيقول إنه فيه بيضة تنين تانية كالجهار بيفرح جدا وبيشجع ميرلين على انه يوصلها. وتاني يوم ميرلين بيروح المكان اللي فيه جوليوس، بس لما بيدخل بيتفاجئ بيه بيهاجمه لانه ما يعرفوش اصلا. بس ميرلين بيقول انه جاي يساعده، ولما جوليوس بيرفض ميرلين بيقول له انه خادم ارثر وهو اللي هيعرف يدخله الخزنه. وساعتها الاثنين بيتفقوا، وميرلين بيحاول يسرق المفتاح من ارثر لغايه ما بياخده فعلا، وبيقابل جوليوس عند مدخل سري وبيديله المفتاح علشان يدخل هو الخزنه. فعلا ده اللي بيحصل، وبيدخل الخزنه وبيقتل الحراس وبيبدا يدور على الجزء الثالث من المفتاح لغايه ما بيلاقيه. وأول ما بيقرب له بالجزء اللي كان معاه بيلتحم بيه وبيبقى قطعة واحدة. ولما بيخرج بيشكر ميرلين على صدقه وبيغفله وهو بيقفل الباب تاني وبيضربه على راسه، فميرلين بيغمى عليه. وبيطلع ان جايس كان عنده حق في كل كلمة قالها عن جوليوس. ولما بيطلع النهار ميرلين بيلاقي نفسه واقع على الأرض، فبيقوم بسرعة وبيرجع أوضة أرثر يرجع المفتاح مكانه. وقتها بيدوق الجرس في القلعة، ولما بيشوفوا فيه ايه بيكتشفوا غياب قطعة التريسيكل وان اللي سرقه دخل باستخدام المفتاح. ولما أرثر بيسأل جايوس عن أهمية القطعة اللي اتسرقت بيقول له انها المفتاح لقبر شينكار، وان القبر ده مليان ثروات وكنوز كتيرة جدا وكمان بيضة التنين. فأرثر بيأمر انهم يتحركوا علشان يمسكوا السارق وكمان يدمروا بيضة التنين. وجايوس بعدها بيتخانق مع ميرلين اللي بيدافع عن نفسه وبيقول له ان ده واجبه لانه سايس التنانين ومن واجبه انه يدافع عنهم. بعدها ارثر بيتحرك مع ميرلين والفرسان وبتتبعوا اثر جوليوس علشان يلحقوه، بس جوليوس كان اقرب مما يتخيله. وبالليل لما الكل بيناموا ميرلين بيحس بحد بينادي عليه، ولما بيتتبع الصوت بيلاقي زعيم الدوريديين اللي بيقول له على مكان جوليوس وانه سابقهم بثلاث ساعات. وبيحذر ميرلين من ان المفتاح فخ في نفس الوقت لان كان في نبوءه عن ان واحد هيقتحم قبر شنكار ويقلق راحته. وصبح بيتتبعوا اثر جوليوس لغايه ما بيوصلوا عند الشلال، وكانوا فاكرين انهم تاهوا مش هيلاقوه، بس لما بيعدوا من الشلال بيشوفوا قبر شنكار من بعيد. بعدها بشويه بيكملوا طريقهم، بس بيتفاجئوا باسهم بتترمي عليهم وجوليوس كان هو اللي بيهاجمهم ومش بيعرفوا يمسكوه. ولما ميرلين كان بيحضر الاكل جوليوس بيرمي في الحله سم، وميرلين ما كانش ساعتها واخد باله، بس على ما بيروح يجيب حطب ويجي بيلاقي ان الكل نايمين واكلوا الاكل كله، فبيجي ياخد الحله يغسلها. ساعتها بيشوف السم اللي فيها وبيجري عليهم واحد واحد يعالجهم بالسحر من السم اللي بيجري في عروقهم دلوقتي وبيقتلهم بالبطيء. بعدها بيكمل هو لوحده لغايه ما بيوصل للقبر في اللحظه اللي كان جوليوس بيفتحه فيه، واول ما الباب بيتفتح بيخرج سم وجوليوس بيوقع متاثر بالسم. ميرلين بيتحكم بسحره في السم وبيبعده عنه وبيدخل هو القبر وبيلاقي بيضة التنين فبيفرح جدا. ولما بيجي يشيلها جوليوس بيظهر تاني وبيطالبه انه يسلمها له بما انه هو اللي فتح القبر وهي حقه. وميرلين بيرفض خصوصا لما بيعرف انه عاوز يستغل التنين اللي هيخرج من البيضة علشان يسيطر بيه على العالم ويخوف الناس. ولما ميرلين بيرفض بكل الاحوال جوليوس بيهاجمه وبيقول له هو يعرف ايه اصلا عن التنانين. فميرلين بيفاجئه وبيقول له ان اخر ساسه التنانين وبيرميه على الحيطه وبياخد البيضه هو. بس اول ما ميرلين بيشيل البيضه من مكانها القبر بيبدا يتهد، فبيهرب هو بسرعه ومعاه البيضه بيحميها وبيجري يخبيها في شنطته. وساعتها كان ارثر والباقيين وصلوا وبيشوفوا القبر وهو بيتهد. وبالليل كان ميرلين رجع بالبيضه وبيوريها لجايوس قبل ما يروح يسلمها للتنين. ولما ميرلين بيساله هي هتفقس امتى، كالجهار بيقول له ان لما سد التناني يدي للتنين اللي في البيضه اسمه ويناديه بيه بيخرج على طول من البيضه. فميرلين بينادى على التنين اللي في البيضه باسمه ايثوسا، وفجاه البيضه بتتكسر وبيخرج منها تنين ابيض نادر جدا. والغريب ان معنى الاسم اللي اطلقه عليه هو نور الشمس. وكالجهار بيقول له ان دي بشره خير ليه والارثر والمملكه اللي هيبنوها. في يوم تاني ميرلين بيعيش مغامره جديده، وبنشوفه بيجري في الغابه بيهرب من مجموعه من اللصوص لغايه ما بيوصل لطريق مسدود وبيحاصروه.
بس فجأة بيلاقوا انهم هم المحاصرين وان ميرلين كان مجرد طعم وارثر وباقي الفرسان كانوا حاصروه اللصوص دول. طبعا بعنصر المفاجأة بيقدروا يتغلبوا عليهم، وارثر بيكتشف ان زعيم المجموعة دي ما هو الا ملك كارليون بنفسه. واجريبين بيقول لارثر ان من وقت ما الملك اوسر مات وكل الممالك التانية استضعفت ارثر وشايفينه ان عديم الخبرة وضعيف وما يصلحش ان يحكم مملكة بحجم كاميلوت، عشان كده كل شوية بيهاجموا الحدود علشان ياخدوا جزء من اراضيها. واجريبين بيقول لارثر ان الحل الوحيد علشان يستعيد قوته ويثبت انه مش ملك ضعيف انه يجبر ملك كارليون على انه يوافق على شروطهم ويرجع الاراضي اللي استحوذ عليها، ولو رفض يقتله علشان يبقى تحذير لاي حد ممكن يفكر يعمل كده. ميرلين كان سامع الحوار من بعيد، واول ما اجريبين بيبعد عن ارثر ميرلين بيقرب منه وبينصحه انه بلاش ياخد الخطوه دي علشان في حلول تانية اكيد وبلاش يهين الملك ده. بس ارثر مش بيقتنع بكلامه وبيقول له ما يتدخلش في الحاجات اللي اكبر منه. وبعدها اجريبين بيعرض وثيقه التنازل وبيطلب من ملك كارليون ان يوقعها والا هيقتلوه، واللي كان ميرلين خايف منه حصل، والملك بيرفض يوقعها وهو تحت التهديد وبيعتبر ده اهانه. وارثر كان رده عليه انه بيقتله بدم بارد. ولما رجالة كارليون بيرجعوا بجثته للمملكة بتاعتهم، الملكة بتتصدم لما بتلاقيه مقتول بالشكل ده وبتعلن الحرب على أرثر وكاميلوت علشان تنتمي لموت جوزها. وبعدها بيومين كان جيش كارليون بيعبر حدود كاميلوت، وأرثر لما بيعرف بيتفاجئ لأنه ما كانش متوقع رد الفعل ده، وبيبدأ إنه يستعد بجيشه للحرب اللي على الأبواب. وأجريبين كان مبسوط جدا. وفي ليلة بالليل مورجانا بتروح قلعة كارليون وبتقتحمها وبتقابل الملكة وتتفق معاها على إنها تساعدها تنتقم من أرثر وتقتله زي ما قتل جوزها. في نفس الوقت اللي كان أرثر اتخفى وراح لجوين بيتها علشان يقولها إنه مش هينفع إنهم يكونوا البعض، إنه مش هيتجوزها لأنها بنت الحداد ولازم يحترم قواعد وقوانين المملكة إنه يختار ملكة من دم ملكي. وده طبعا بتحريض من أجريبين اللي لعب في دماغه وفهم إنه جوين لا طليق دي علشان هي خدامة وهو الملك، وبيعتذر لها وبيمشي وهي مصدومة. بس ما كانش بإيديها حاجة غير إنها تتقبل اللي بيقوله، بس بتنصحه إنه يحكم بقلبه وما يخليش اللي حواليه يأثروا على حكمه وآرائه الخاصة وقراراته. الصبح بيتحرك أرثر بجيشه لغاية ما بيوصلوا للنقطة اللي فيها جيش كارليون، وكان باين على أرثر القلق والتوتر، وكان حاسس بالذنب إنه هيتسبب في موت كل الناس دي بسبب قراره الغلط. واللي بيزود إحساسه ده لما الفرسان بيروحوا يقولوا له إنهم واقفين في ظهره وهيدافعوا عنه مهما حصل. وبالليل أرثر بيتنكر وبيدخل معسكر الأعداء، وميرلين طبعا كان بيراقبه وراح وراه. المهم ان ارثر بيتقبض عليه في معسكر الاعداء، فبيطلب منهم انهم يخلوه يقابل الملكه. اول ما بيشوفها بيعتذر لها عن اللي عمله وبيعترف بخطا انه قتل جوزها، بس هي كانت عصبيه جدا وبتقول ان اعتذارك ده مش هيرجع جوزي اللي انت قتلته. وارثر بيطلب منها الغاء المعركه علشان ما تتسببش في موت ناس اكتر. ولما هي بترفض وبتقول ان الاوان فات، ارثر بيقول لها انه مش عاوز هدنه، وبيطلب منها انها توافق على معركه بديله لمحارب من عندها ومحارب من عنده علشان ينهوا الخلاف. ساعتها الملكه بتوافق على كلامه وبيقول لها ان لو المحارب بتاعها فاز هيتنزل لها عن نص كاميلوت، انما لو هو فاز هيخرجوا من كاميلوت بالكامل حقنا للدماء. ساعتها كان الجنود قبضوا على ميرلين وبيتجسس عليهم، ولما الملكه بتؤمر بقتله ارثر بيترجى انها تعفو عنه لانه خادم غبي ومش قصده شر. والملكه بتوافق على كل شروط ارثر وبتقول له قدامك لبكره الظهر تكون حددت مين المحارب بتاعك. وارثر بيقرر ان هو اللي هيدخل المعركه دي ومش هيعرض اي حد من فرسانه للخطر. ولما الملكه بتعرف بتشك ان ده فخ، وبتطلب من مورجانا انها تستخدم سحرها زي ما قالت علشان تضمن خساره ارثر. وبالليل اجريبين بيتسحب وبيدخل خيمه ارثر وبيسرق السيف بتاعه وبياخده وبيروح لمورجانا في الغابه. ساعتها مورجانا بتسحر السيف وتخليه يولع فجاه، واجريبين بياخده وبيرجع تاني للمعسكر. والصبح كان النزال بين ارثر ومحارب من مملكه كارليون واللي كان ضخم جدا، وبتبدا المعركه بين الاثنين والجيشين بيتفرجوا. وارثر بيهاجم بكل مهاره وشراسه، بس المحارب كان اقوى منه وكان هيتغلب عليه. وفي لحظه كان ارثر بيرفع السيف بتاعه وهيقتل المحارب، لما مورجانا بتفعل سحرها وتتحكم في السيف وتخليه تقيل جدا، وارثر مش بيقدر يرفعه من على الارض ولا يحركه من مكانه. ودي كانت فرصه المحارب انه يتغلب عليه، بس ميرلين وقتها بيساعد ارثر وبيخليه يتخلص من السيف وبيضرب المحارب يوقعه على الارض. وبعدها ارثر هو اللي بيفوز بس من غير ما يقتل المحارب ولا حاجه. واجريبين كان مصدوم وبيمشي بسرعه، ومورجانا كانت هتتجلد بسبب اللي حصل وان كل مؤامره تعملها علشان تخلص من ارثر تفشل. المهم ان الملكه بتقابل ارثر وبتقول له انها هتنفذ الاتفاق وهتنسحب بجيشها على اخر اليوم. لما تسأله ليه ما قتلش المحارب بتاعها، ارثر بيقول لها انه مش بيدور على الفوز وانما بيدور على السلام ونفسه يحققه، وبيطلب منها انها تعتبر النهارده يوم جديد وبدايه جديده بين المملكتين. بعدها مورجانا بتروح للملكه علشان تتفق معاها على خطه تانية يقتلوا بيها ارثر، بس الملكه بتطردها وبتقول لها انها كانت معميه بالرغبه في الانتقام بسبب حزنها، وده ادى فرصه لمورجانا انها تستغلها، وان حتى لو كانت عايزه الانتقام فده مش القرار الصح ابدا علشان هتبدا دايره الدم مش هتنتهي ابدا. وبيرجع ارثر للقلعه والناس كلها بتحتفل بيه انه منع الحرب والدمار وحافظ على سلام المملكه. وبيستمر ارثر طول الفتره دي في محاربه اللصوص ورجاله مورجانا اللي كانوا بينتشروا في المملكه. وفي مره من المرات كانوا بيطاردهم في الغابه لما بيتكتروا عليه هو وفرسانه، وبتقوم بينهم معركه. ولما ميرلين بيحاول ينقذ ارثر، واحد من اللصوص بيهجم عليه وبيطعنه في صدره.
ساعتها أرثر بياخده وبيهرب وبيستخبوا في الغابة، بس اللصوص بيعرفوا مكانه. ولما أرثر بيتقاتل معاهم، ميرلين كانت إصابته جديدة ومأثرة عليه، ولما بيلاقي إن اللصوص كتيرة بيهجموا على أرثر بيستخدم سحره بآخر قوة عنده، بيهد جزء من الصخور ويقفل بيها الطريق بين الاتنين. ساعتها اللصوص بياخدوا ميرلين وبيرجعوا المرجانة، وكان معاها أجريبين، وبيعرف إنهم كانوا مدبرين الهجوم ده في محاولة لقتل أرثر. ساعتها مرجانة بتقرر تغير اللعبة وبتاخد ميرلين على الكوخ بتاعها وتكتفه وتعالج جرحه الخطير الأول، وبعدها تسحر وحش الفيمورا واللي كانت أفعى متعددة الرؤوس وليها سحر خطر جدا. وأول ما بترمي العملة اللي عليها صورة الفيمورا في النار بتتحول لوحش حي، وبتقطع راس واحدة من رؤوسه وتزرعها في راس ميرلين علشان تسيطر عليه. وما بقاش في دماغه غير فكرة واحدة بس، وهي ازاي يقتل أرثر، ومش هيعرف يتخلص منها غير لما ينفذ المهمة دي. تاني يوم الصبح كان أرثر راح الغابة يدور على ميرلين وبيلاقيه في مستنقع، وأول ما بيشوفه بيفرح جدا لأنه كان فاكر إنه فقده. وبيرجع ميرلين للبيت، وكانت أفعى الفيمورا بتتحرك في رقبته من ورا وبتسيطر على عقله وأفكاره، وبيبان على تصرفاته الغريبة لما بياخد قهوة سم عند جايوس، وبيروح المطبخ ياخد غدا أرثر ويغرقه بالسم ويروح علشان يديه لأرثر، بس بيلاقيه بيتغدى أصلا. وجوين جابت له الأكل من بدري، ومش بيعرف يقنع أرثر إنه ياكل من الأكل اللي هو جايبه، فبياخده وبيرميه للخنازير. وما كانش ميرلين بيفكر في أي حاجة غير إنه إزاي يقتل أرثر، فبيروح مخزن الأسلحة وياخد قوس علشان يقتله بيه. بس ليون بيديله قوس أقوى وأشد، ولما بيسأله إيه المهمة اللي محتاج فيها القوس، ميرلين بيقول له قتل أرثر. طبعا ليون بيفتكر إنه بيهزر. المهم إن ميرلين بياخد القوس ويروح يركبه في الدولاب بتاع أرثر ويجربه، علشان أول ما أرثر يفتح الدولاب السهم يصيبه في قلبه. في الوقت اللي كانت جوين في السوق وبتشوف الخنازير الميتة وعندهم الطبق والأكل اللي كان مع ميرلين، فبتاخده وتروح لجايس، ولما بيفحصه بيعرف إن الأكل مسموم. وبيكتشفوا هما الاثنين ان ميرلين بيحاول قتل أرثر، وبيتأكدوا اكتر ان في حاجة غلط لما بيروحوا يدوروا عليه ويعرفوا من ليون انه بيقول انه رايح يقتل أرثر. في الوقت ده كان أرثر فتح الدولاب، بس القوس مش بيشتغل، وميرلين بيستغرب وبيروح يتأكد انه مركبه صح. واول ما بيفتح الدولاب السهم بينطلق، وكان هيجي فيه لولا انه اتحرك بسرعة. بعدها بياخد سيف أرثر وبيهجم عليه علشان يضربه، بس ساعتها كانت جوين دخلت وبتحدفه بحاجة في راسه، بيقع على الأرض، ولما بيجي يقوم تاني بتضربه على راسه تاني لغاية ما بيغمى عليه. جايوس بياخده على عيادة وبيشوف الفيمورا بتتحرك تحت جلده، وبيعرف إنها السبب في الحالة الغريبة اللي ميرلين عليها. وساعتها جايوس بيخرجها من جسم ميرلين وهو فاكر إنه كده عالجه وخلاص تأثيرها راح من عنده، وبيرميها في النار. استني يوم بيتفاجئ انها لسه موجوده في جسم أرثر زي ما هي، وبمساعده جوين جايوس بيقدر يخلي ميرلين يغمى عليه، وبيحط مخدر على راس الافعى ويخليها تنام وما يكونش ليها تاثير على عقل ميرلين. ساعتها بيفوق ميرلين علشان يعرف منه اللي حصل وازاي الافعى دي دخلت جسمه، وجايوس بيقول له ان علشان يخلص من تاثير الافعى دي لازم يقتل الوحش الاساسي. فميرلين بيروح الغابه وهو مقرر انه يتحول لشكله العجوز ويدخل كوخ مورجانا. ولما كان في الغابه مش بيعرف انه يركب الحصان تاني، ويتفاجئ بالفرسان الاربعه جايين يهاجموه، فبيسحرهم وبيوقعهم فوق بعض لغايه ما بيعملهم سلم، وبيطلع يركب الحصان ويروح على كوخ مورجانا. في الوقت اللي كان اجريبين مع مورجانا وبيقول لها انه وجه شكوك أرثر ناحيه جايوس، وقال له ان هو الخاين اللي بيسرب اسرارهم. وميرلين العجوز بيستنى لما مورجانا تخرج من الكوخ، وبيدخل هو يدور على الفيمورا، بس مورجانا بتدخل فجاه، واول ما بتشوفه بتترعب وبتخرج تجري، بس بترجع تدخل تاني وهي فاكره انه مجرد تهيؤات مش اكتر. وميرلين العجوز بياخد البرطمان اللي في الفيمورا وبيهرب، ومورجانا بتروح وراه وبتهاجمه وبتوقع منه البرطمان. ولما كانت هتقتله خلاص بيسحرها وبيرميها بعيد، وبتتصاب ومش بتعرف تقوم تاني. وميرلين او اميريز بيقوم وبيقرب منها علشان يقتلها، بس هي بتترجى ان ما يقتلهاش علشان ترجع السحر تاني لكاميلوت وكلهم يعيشوا بحريه. هي اصلا كانت بتشتته على ما تتحكم في الخنجر وتجذبه ناحيته، بس ميرلين بينتبه وبيبعد بسرعه، ومورجانا بتضربه تاني وترميه على الارض بقوه، وبتاخد هي البرطمان وبتمشي وهي فاكره انها انتصرت، بس ميرلين بيقول تعويذه وبتعمل اعصار قدامها، بيشيلها وبيطيرها وبيرميها بعيد. بعدها ميرلين بياخد الفيمورا وبيرميها في النار وبيبطل سحرها بتعويذه، وبيرجع لجايوس علشان يشيل راس الافعى اللي لسه بجسمه. وأرثر دلوقتي كان عاوز يقتله هو علشان مختفي بقاله يومين وسايب شغله وواجباته، وكان متضايق منه علشان جاله خادم جديد ما كانش زي ميرلين. وبعدها بنشوف اجريبين رايح الغابه يدور على مورجانا، وبيلاقيها متصابه في الغابه، فبياخدها على الكوخ علشان يعالجها. تفتكروا بقى مورجانا هتنجح في انتقامها من أرثر؟ ولو عرفت بقى ان ميرلين هو نفسه أميريس وان طول الوقت ده كان قدام عينيها، هتعمل معاه ايه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية. وكمان هنعرف ان أرثر هيضطر يسحب السيف من الصخرة، بس ازاي وليه بقى؟ عليكم انكم تستنونا للحلقة اللي جاية، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار الحلقة الجديدة.